حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشفت السفارة العراقية في العاصمة الفلبينية مانيلا أن الحكومة تحاول إعادة العمال الفلبينيين إلى العراق مرة أخرى، وقالت السفارة إنها أرسلت دعوة إلى وزارة الخارجية الفلبينية لزيارة العراق وإعادة العمل باللجنة المشتركة التي عقدت آخر اجتماع رسميا لها عام 2013. يأتي ذلك بينما يعيش العراق أزمة اقتصادية تسببت بارتفاع نسب البطالة والفقر، فيما تشهد شوارع العديد من المدن تظاهرات يومية للمطالبة بإيجاد فرص عمل للخريجين والعاطلين. انخفضت مجدداً قيمة الدينار أمام الدولار في البورصة الرئيسة لبغداد وأربيل، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1450 ديناراً للدولار، فيما بلغ الدولار الواحد 1460 ديناراً للبيع و 1440 ديناراً للشراء. وفي أربيل بلغ سعر الدولار 1457 ديناراً للبيع و 1456 ديناراً للشراء. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل إلى معدل 174 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. قالت الإدارة في تقرير إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت نحو 6 ملايين برميل يومياً، وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 174 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 73 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 247 ألف برميل يومياً. حقق قطاع السياحة في تركيا أرقاماً قياسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، متجاوزاً الأرقام المسجلة في العام الماضي. وطبقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد بلغ عدد السياح الزائرين منذ بداية العام أكثر من 8 ملايين سائح، وارتفع عدد الزائرين لتركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26.8% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وتكشف هذه البيانات تجاوز قطاع السياحة التركية كارثة الزلزال الذي ضرب 11 ولاية جنوبية في السادس من شهر شباط الماضي، ومن بين تلك الولايات المتضررة ولاية أضنة قرب الولايات المنكوبة أو أقرب الولايات المنكوبة إلى أنطاليا والتي تعتبر عاصمة السياحة التركية. وفي خبرنا الأخير، استأنف مشرعون جمهوريون في الكونغرس المناقشات مع البيت الأبيض للتوصل لاتفاق نهائي بشأن رفع سقف الديون قبل الموعد المحدد لسداد الديون. وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي مهدي عفيفي انفراجة قريبة لأزمة الديون، لافتا إلى احتمال استعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن نصاً دستورياً يتيح له التصرف منفرداً لحل الأزمة من دون العودة إلى الكونغرس. وقد يؤدي تخلف البلاد عن سداد ديونها والتزاماتها في الأول من الشهر المقبل إلى تأثيرات اقتصادية سلبية على المستوى العالمي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.